جتر عطشان كحل بسحرها العين الفشك شدوا على الكتفين. يستمتن يا ابو حسن. الله يطول عمرك يا ابو حسن. حد العين هيا هوا. الله يزيدك. الله يزيدك. ورجع الفرس وحده يصل بنص الليل. ورجع الفرس وحده يصل بنص الليل. والفك يا سعد اخذه يوم الطعان البين. يما اعطيني خنجره خلنا نصير اثنين. بس انت قل لي يا قمر قلبي نسيته وين. مساء الخير جميعا. مساء النور. يا سيدنا ما بدي اتفضل، انا جاي لهون لحتى اعرف مين المختار بهالضيعه، انت ولا سعيد بيك؟ عيب عليك يا ابو الفوز، استحي لك شوي. يا سيدي ما بدي استحي، بدي اعرف مين المختار هلا قبل ما اطلع من هون لحتى اعرف على اي مخدرك يا اخي بدي احط راسي. انا المختار يا ابو فوزي. شو القصة احكي؟ القصة يا مختار اللي بقدم لك عريضة يا اخي بتروح هيك بالهواء، بين المقدم عريضة لسعيد بيك يا اخي بيصلوا حقه، يعني مع احترامي لك يا مختار. هي معك حق فيها، سعيد هو اللي عم يحل ويربط بهالضيعة، مع احترامي لك يا مختار. سبع سنين نحن نترجاك توظف لنا الصبي وما كان يردوا عليك، سعيد بعد جمعة وظفه. مع احترامي لك يا مختار. وانا مالكن علي يمين يا جماعه، لولا سعيد لكانت راحت داري بالطريق، مع احترامي الك يا مختار. ايش بدي اعمل؟ اذا سعيد في وراء حزب الجماهير وانا لا قدامي ولا وراي، شو اعمل؟ ولك يا اخي في قدامك مدير الناحيه، روح اشكيله، روح لعنده. يلا لا يوفق مدير الناحيه، ليش عم بيخلينا نفوت لعنده؟ ولما بيخلينا نفوت بيخلينا واقفين، تقول غنم دواب مو مخاتير. بيك حالي يا مختار لا تواخذنا، يعني بدنا نروح لعند سعيد بيك نقدم طلباتنا، لانه بتمشي يعني مش كرهم فيك لا عليم الله يا مختار قدام الشباب كلهم، بس يا اخي بدنا مصلحتنا اولا واخيرا، ما هيك يا اهلا وسهلا. شرفتوا. يلا عمي سعيد ان شاء الله بتصبح على خير. ما بدي اوصيك. ها لا ولو يا عمي ابو رشاد، الجمعه الجايه باذن الله بعد جلسه البرلمان. اخي انا ما بتفرق معي، ان شاء الله للشهر الجاي ما بتفرق، المهم تزبط. رح تزبط طالما القصه بايد السيد النائب، رح تزبط لا يكلك فكره. يلا السلام عليكم. وانا اخي ابو السعود بدك تنسانا شيء؟ لا ولو. الرفيق النائب مو بس رح يحكي بالقصه، رح ينشرها بالجرايد لا يكلك فكره. الله يديمك. اهلين اهلين رفيق. اهلين رفيق. ايه يا عمي سعيد، الك ولا للديب؟ لا ولو يا عمي، انت بتعرف سلف انه خسد دي. ما بعرف بتلاقيها حلوة ولا لا، إذا بتلاقيها مو حلوة بلاها. خير؟ من شان الأرض اللي أخذها مني أحمد بيك، أنت بتعرف. أنو أرض؟ الأربع دنومات اللي اشتراهم مني بربع ليرة، بجوز أنت ما بتعرف، بس الوالد الله يرحمه بيعرف هالشي. طيب في بينك وبينه سند بيع سند شراء؟ حط الفرد براسي وقال لي يا بطخك يا بتبيع، شو ساوي؟ يا ساتر، كان في شهود؟ لكان، أهل الضيعة كلها بتشهد على شي. حلو كتير، الرفيق النائب روح قلبه القصص، روح قلبه يفش أهله بالأقطاع. تصبح على خير. الله معك، مع السلامة رفيق. مع السلامة. تصبح على خير. هلا يا رفيق. حسن! 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 قوم غسل رجليك قبل ما تنام. غسلتهم! ما شفتك غسلتهم. شو أقدم لك طلب كل ما بدي غسل رجلي؟ حسن! عيب عليك، الناس عم بتقول إن ريحتك طالعة. لك شو هالناس هي؟ يعني ما في براسهم إلا حسن ورجليه، كل ما بدي غسل بدي حط اثنين جهود معي بالجرن، روحي عنا يا روحي. مرحبا يا حسن. هلا هلا أبو مشفي، هلا هون هون هون. كيف خطرنا على البال يا أبو مشفي؟
انتو بالبال يا حسن، بس بتعرف الظروف. يا ميت اهلا وسهلا. ولك شو واقفه بابوره هون؟ فوت اعمل لي قهوه. خي حسن، انا حابب شاورك بشغله، مشان هيك اجيت لعندكم. هلا. مثل ما بتعرف انه في مشاكل كتير بين ضيعتنا وضيعتكم. لك يا ابو شفيق يا حبيبي، المصاريف بالبطن بتختلف، وين المشكله يعني؟ سمعت انه ابن عمكم سعيد بامكانه يحل مشاكل كتيره. لا يا ابو شفيق، سعيد بفك مشنو؟ مسؤول كبير وعضو بحزب الجماهير. رايدين نقصده بخدمه لسعيد ابن عمك، بس خايفين ما يلبينا بسبب المشاكل. لا يا ابو شفيق، شو عم تحكي؟ هذا حزب الجماهير، حزب الفلاحين والكادحين والعمال، ما في ضيعتنا وضيعتكم. والمختار وال ربيع عونك. ايه حسن، شو بدك؟ تعي نبري الاول، شو عم تسوي؟ شو تعال عندك؟ خير خير. ابن عمي الرفيق سعيد شو بضل بقول عن المختار؟ بيقول كثير. شو بدك بالضبط؟ بقول شيء له علاقة بالإقطاع ومدري شو. ما الإقطاع؟ ايه ايه ايه، ربيبه الإقطاعي. سعيد مو مثل المختار، ربيبه الإقطاعي وال الإقطاعي والربيب ولك وين نبرتي ريحتي؟ ولك فتت شوفي القهوة شو بدك؟ ولك تعي لهون. شو بقول كمان؟ الإقطاعي والمستعمر. سعيد يا عمي بحزب الجماهير مو مثل المختار، ربيبه الإقطاعي والمستعمر والمستعمري، فاطلب واتمنى. يعني مثل ما بتعرف يا أخي حسن، صار لهم فاتحين هالمدرسة عنا أكثر من 3 سنين، ولهلأ ما بعتولنا معلم مدرسة. لا تكفي، قوم لنشرب شاي عند الرفيق سعيد. ولا يهمك، ولا يهمك أبدا. هي أنا بحكي لك فيها، الجمعة الجاي بإذن الله بيكون عندكم معلم المدرسة. يعني بيطلع بإيدكم؟ طبعا بيطلع بإيدنا، في عنا رفيق بالمعارف والتربية هو اللي بيطلع بإيده. شفت يا أبو شفيق؟ شو قلنا لك؟ حزب الجماهير مو المختار وجماعة الإقطاع واللازم منه وضيعتنا وضيعتكم. لكن يعطيكم ألف عافية على كلٍ، أنا ما رح لهيكم. يلا لا والله ما بتروحوا قبل ما تشربوا شاي. عود يا أخي عود. بالمناسبة أيوة، هي جريدة الحزب. أيوة، اقراها وخلي العالم تقراها. على عيني. بالعكس بالعكس، هي صورة الحزب، حزب الجماهير. بالعكس صح مزبوط. أنت يا حسن بالمناسبة بأسرع وقت بتعمل دورة مع حكومية مشان تستطيع تقرأ جريدة الحزب. هذا الرفيق. شبك يا مختار؟ محروق قلبي يا نفجة. ما عاش اللي بده يحرق لك قلبك. من شو محروق؟ من وين طلع لي هالكلب سعيد؟ ما بعرف، ما ضل اللي قيمة منوب بسببه. دخلك؟ من زمان بدي اسألك، هذا سعيد له قرايبين بالدولة، حتى كل شيء عم يزبط معه؟ سعيد له قرايبين بالدولة؟ شو جاب سعيد للدولة؟ هذا يمكن هو وش البسطة بعيلته، والبقية إذا ما كان راعي غنم بيكون صبيب قهوة. لكن شلون عم تزبط معه؟ لحق لي شغلة الأحزاب. من وين طلع لنا هذا حزب الجماهير؟ ما بعرف. سعيد قبل ما يدخل بهذا الحزب ما كنا نسمع عنه بنوب. مدير الناحية بيرد على الحزب تبع سعيد أكثر منك؟ الله لا يوفقه مدير الناحية. ليه سعيد سائل عنه أصلا؟ لما عن المحافظ إيه عم بنط من فوق هون بيوصل له رأسا للبرلمان. إيه وشو ناقصك أنت يا مختار لحتى ما تلحق الأحزاب؟ أنا؟ إيه أنت؟ إذا دخلت بالحزب تبع سعيد أكيد رح يعبروك لك أكثر منه. والله ما أنك قليلة يا نفجة. إيه طالما سعيد اللي كان أجير عندك ماشي أموره، إيه أنت أمورك مو بس بدها تمشي، حتركض ركض. وين كنت مخبأة يا نفجة لك وين؟ لو تعرف اليوم قديش تبهدلت وصار وشي مثل الزبيبة. وين؟ راجع. رفيق سعيد؟ مساء الخير عمي سعيد. ليكون فياتك من النوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مختار. شرف، تفضل تفضل. ايه يا الله. اهلا وسهلا. تفضل. رغم اني سمعت على لسانك حكي كثير عني،
بس جيتك بتضل مثل ابني، والواحد ما بيزعل من ابنه. خير يا مختار. خيو الحزب تبعكن عجبني كتير، سجلني عضو عندكن. انت؟ ايه انا، شو ممنوع؟ لا لا مو ممنوع، كل مواطن يا مختار بحق له ينتسب للحزب. ايه سجلني عندكن بالحزب، مو انت المسؤول هون؟ ايه بلا انا المسؤول هون، بس الشغلة مو خبط لزق، بدك تقدم طلب انتساب بالاول. ايه شو عليه بنكتب؟ شو هالشغلة؟ الحمد لله بنعرف نكتب. عندك طبق ورق وقلم؟ طبعا عندي. شرف نقلني. انا الموقع ادناه وحط اسمك. انا الموقع ادناه. ادناه عبد الله الطامي مختار ضيعت ام التنافس. بعد الاطلاع على النظام الداخلي لحزبكم المجيد. داخلي لحزبكم المجيد. أرجو قبول طلب الانتساب. نعم. كعضو في حزبكم المجيد. كعضو في حزبكم المجيد. المجيد. ادعي لي بالتوفيق بهالمعركة يا ربيعة. لوين رايح؟ ما قلت لي. المختار راح لعند سعيد، بخايف يكون ناوي له شينيه، صار ما صار بكون لاطينه على البوابه بنقض عليه. الف راسك بشماغ، بركي صار شي مشان ما يعرفوا. وانت غلطيه. المختار عبد الله الطامي، تفضل. وقع مختار، وقع. ايه منوقع، ومو بس منوقع سيدي، ها. وهي ختمنا. وهي بصمه. الله يعطيك العافيه يا مختار. هلا صرت عضو بالحزب؟ لا 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 بكير، لسه الرفاق بيدرسوا طلبك بعدين بيقرروا. دخلك وقديش بتاخذ وقت هالشغله؟ والله يا مختار حسب ما يشوفوا الرفاق. يعني بعد كم يوم راجعه؟ يا مختار يا مختار السلام عليكم. يا مختار ها هوية. يا مختار يا مختار. اهلين ابو حسن، تفضل تفضل فوت. ايه شو بدك عزيمه؟ سمعت الاخبار يا مختار؟ لا والله. الراديو خالصه بطاريات وخير. صار انقلاب. شو هالشغله دخلك؟ ايه مو كل كم يوم عم بصير انقلاب. كمشوا النائب العام تبع حزب الجماهير وعم يكمشوا كل الاعضاء. ارتحت من سعيد يا مختار؟ ما حدا يجيب سيرة سعيد، ها بضل ابن بلدنا. لوين مختار لوين؟ عن اذنك راجع راجع. ايه يلي وقعت بالبير الله لا يردك. لولا حجايا الناس لرفش انا ببطناي. فوزي ابو فوزي. اهلين اهلين بالمختار. منيح اللي لحقتك. اما شو يا مختار، عم بكتب لك تقرير بدي اجيب اخرته فيه لسعيد بالاراضي. اياك تقرب من سعيد. لا لا يا مختار، يعني على علم تكون انت اكثر واحد مبسوط بهالضيعه كلها. ايه بس يضل ابن ضيعتنا. شو مختار، يعني تعاطفك معه ماني شايفه، يعني لانه ابن ضيعتنا اكيد في شيء. يعني شو بده يكون فيه مختار؟ يعني لا تأخذني أنا هالقصص ما بتمر علي. يا بتحكي لي شو السبب، يا خليني نضب هالتقرير بجيبتي ودي للمكتب الثاني. شو؟ آخ الله ينعل الشيطان وساعته، بحياته الواحد ما يلحق مرة. خير مختار شو في؟ هاي نفجة شارت علينا ندخل بالحزب تبع سعيد، أهل بركي بيمشي الحال، أمنا قدمنا طلب انتساب. إيه لا تخاف مختار لا تخاف، يعني حتى سعيد إذا حكى بالتحقيق يعني انا بتصوري ما رح ردوا عليه، بيعرفوك بيعرفوك مختار. واذا فتشوا البيت ولقوا طلب الانتساب وعليه الختم الرسمي بيسدوا لما لا؟ والله اذا هيك يا مختار معك حق. مختار انا برايي تروح تجيب طلب الانتساب وتيجي فورا. هيك رايك؟ ها؟ شو بدك بطلب الانتساب يا مختار؟ بدي اكتبه على ورقه مثل الخلق والعالم
الورقة اللي كتبته عليها امبارح كانت صفرة. ما بقدر، طلب الانتساب صار عند الرفاق. والله الكلب بده يقمش علي ممسك. يا حسن، لك يا حسن، لك يا حسن، 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 وينو هذا؟ لك يا حسن، ولا هلا هلا بنزار، هلا. يعطيك العافية يا حسن. الله يعافيك يا نزار. هيو بدنا تنقي لنا شي خروف يكون على كيفك. تكرم عينك، مشان العيدة من ذالة ذوره. لا والله، بدنا نعطيه برطين لمدير النافعة مشان يزفتونا على الطريق. ولك يا نزار يا حبيبي، شو بدك بمدير النافعة؟ أي شغلة بدكن إياها أنا بزبط لكم إياها عن طريق الحزب. أي حزب؟ لا يا نزار، قال أي حزب. ولك حزب الجماهير، حزب الفلاحين والكادحين والعمال والفقراء والأيتام. أي شيء بدكن إياها أنا بزبط لكم إياها عن طريق الحزب، حزب الجماهير الأوحد. ولا 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 الله ونعم الوكيل. الله يسامحك يا مختار. معقول يعني لو انك شب وعم تراهق قلنا فيه وما فيه؟ بس ليك يا اخي شيبتك مغطي وشك. شو بدنا نعمل؟ قللنا عقل. استغفر الله العظيم. مختار، شو رايك نروح نهدده لابن هالكلب ونجيب منه هذا طلب الانتساب؟ لا، ما بدنا نعمل طني ورني، منفتح العيون على حالنا. استغفر الله العظيم، والله هيك ربط ايدينا يا مختار. شو بدنا نعمل هلا؟ لك طول بالك شوي علي يا ابو فوزي، طول بالك. رح نطول بالنا بس كرمالك يا مختار. مو بس هلا دير ظهري، تروح تكتب التقرير. إذا صار لي شيء بتكون مسؤولية عليك أنت. ها؟ لا يا مختار، أنا هي ما حبيتها منك. معقول؟ أنا كرمالك مو بس بتحمل، بحطه لابن هالكلب فوق راسي. ولو طلع معك مختار. يا سلام. لك هون هون. اهلين حسون. شلونك ابننا؟ سلامات حسون. الله يخليك، بدنا شيء وايد شبه. بدك ما تاخذهم للشبه، خلصاني. خساره. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو شايفك عم شبشح لحالك؟ وين ابو فارس؟ ابو فارس؟ ابو فارس ما هو هون، راح عندينا على شركه الكهرباء، صار له 4 سنين ناصب العواميد والله ما مد الشرطان. ايه ابو فارس، والله لا زعلت منكم. ولك يا اخي خبرونا، خبرونا ونحن بنخبر الرفاق بحزب الجماهير. حزب الجماهير بيظبط اي شرطان. حزب الجماهير؟ ولك لكن حزب الفلاحين والعمال والفقراء المعترين. الله يسامحه ولو خبرني، هدول جماعة الكهرباء راح يضلوا ياخذوه ويجيبوه ليتورموا رجليه. لك روح عنا يا روح عنا يا لطيف يا لطيف. شو ضحكني معك؟ اسمع لا اسمع حسن الراعي، مو بتعرفه ابن فاطمة؟ لا شو مو بتعرفه؟ شو قال؟ شو بالتأمين هون بالتقرير انه عضو بحزب الجماهير؟ يخرب بيت العالم، شو بتعب الفايده؟ هذا بيكون شي واحد مقهور منه فحابب يسمع تقرير لك يا زيلي. هذا التقرير ما راح بالجريمه، حتى اذا بعدين اجى واحد وقراه يقوم يصدق انه حسن عضو بحزب الجماهير. لك اسمع، هذا تقرير كمان عم بيقول انه حسن الراعي عضو في حزب الجماهير. لك وعضو مؤسس وفعال كمان. وهذا التقرير الثالث عم بيقول هالشي كمان. لا هيك صار لازم نروح بانفسنا ونشوف شو القصة. ربيعة حط الشاي، والله تمسيح الجوخ جاب نتيجة يا ربيعة. خير؟ جاينا حدا؟ اجت لعنا كل الدولة، من كتر ما مسح الجوخ لحزب الجماهير اجوا لعنا قبل ما يروحوا لعند المختار. الله يقويك.
شو رايك؟ معقول يكون من حزب الجماهير؟ ايه. لا ما بظن يكون من حزب الجماهير. لو كان من حزب الجماهير كان خاف اول ما شافنا او حتى هرب، ما رحب فينا كل الترحيب. معقول، معناته بنشرب الشاي وبنمشي. ايه قولتك، احسن ما نفتح معه تحية على الفاضي. ايوه. شلونك يا حسن؟ يا هلا. والله صاير ملعون يا حسن. ها شو يا حسن؟ قال صاير من حزب الجماهير. انا يا ريت يا حسرة، بس ما بيقبلوا الدواب اللي مثلي. قلعوني بس ترى، اذا لازمكم شيء تكرم عيونكم. ها الرفيق سعيد بن عمي عضو، شو ما بدكم تكرم عيونكم، منمون عليه. انا ما لي اي علاقه بحزب الجماهير. مو صح سيدي، العمى شو ما بتحب الخير لحالك. سيدي لما اجى سعاده النايب لعنا قطع ما سال حدا غيره، سالوا له قصص. يا ولو حسن انت خليك ساكت، انت ما بتعرف مصلحتك يا سعيد. اتوضع لك. لا سيدي بحزب الجماهير، ولك يا سعيد حدا بيمزق اللقمه من تمه وشمال. انا ما لي اي علاقه بحزب الجماهير يا سيدي. ما في مشكلة، ما في مشكلة. وقعوا لي هون. حاضر سيدي، لك تواضع سيدي. قول يا سيدي، حاجة تواضع. حاضر سيدي. سيدي بس أنا ما بعرف أوقع. إيه مو مشكلة، بصوم. إيه بصوم. واحدة بس، هاي. هون. وأنت شو؟ شو؟ أنا ما بوقع. بسيطة. روح يا حسن، اتكل على الله. ماشي سيدي، ومشان الرفيق سعيد بن عمي، إيمتى ترفيعه سيدي؟ ترفيعنا. الرفيق ابن عمك سعيد رح نخليه عنا كم يوم لحتى يعترف انه بحزب الجماهير. يعطيكم العافية رفيق. لك بتضل غبي هون حاجة. طبعا السلام عليكم. هلا يا حسون. عشر تلاف زلمة هجمم على واوي، ضبك حميدة لقينا الواوي نايم، ولما نهزهز الواوي بذيلا زعم العشر تلاف زلمة هزايم. حسرتي لكن جن ولا بحسن التقي. يا سعيد يا زيت الشباب يا حظين صابتني. مو وقتها صحيح مو وقتها. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك، اكيد في غلط. كله من سعيد، كله بسبب سعيد. هلا ما في داعي ندور عن السبب، خلينا ندعي لهم الله يفك اسره. يا رب يا رب يا عالم بالقلوب، رجع حسن وسعيد المحبوب. يا حسرتي على اللي ما حضرهوش الدرام. حسرتي علينا ويا يا ويلي. ها اذكر الذيب وهير القضية. هلا الحمد لله على السلامة. لك الحمد لله على السلامة. سعيد وينه؟ سعيد لا تذكرني بسعيد، طلع حمار، كنت مفكر فهمان والله. ليش وينه؟ خلوه عندهم. ولك يا جماعة لازم الكل ينتسب لحزب الجماهير، أي واحد ما عم يعترف إنه هو بحزب الجماهير عم بيكمشوا. إيه أنت مو بالحزب، شلون تركوك؟ أنا ربيعة لا تخافي علي، مسحت لهم شوية جوخ للحزب، قاموا تركوني، سعيد جحش، ما اعترف إنه بالحزب، قال شو ماله علاقة. I'm a little bit of 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 a little bit of
الكادحون بسواعدهم سواعدهم الشمراء هم هدفنا، هم من نسعى لكي نؤمن لهم مقومات الحياة، لأن الكادحين هم من يستحق أن نهتم بشأنهم. ولا يعني اهتمامنا بالكادحين بسواعدهم أننا قد نسينا صغار الكسبة. لأن صغار الكسبة يشكلون شريحة هامة من المجتمع، شريحة يجب دعمها والوقوف معها لكي تبقى واقفة على رجليها فلا تنهار أمام رأس المال. وهذا لا يعني أننا ننسى الكادحون بأدمغتهم. توقف، إيش دورك؟ لأن الكادحين بأدمغتهم هم ذخر هذا الوطن، هم عقله، هم لسان حاله، وباختصار فإننا نسعى لمصلحتكم جميعا. يلا اجا دوركم. شبكي؟ في شي؟ ما في شي خالتي، بس واحد قليل ترباي عم بيأشر لي. وليش قليل ترباي؟ بركي ناوي شي نية منيحة؟ يلي نيته منيحة بدق الباب، مو بيجي من الشباك. بالله شو؟ كل يلي دقوا البواب قلتي لهم لا، بركي هذا عم يأشر مشان يعرف ايه ولا لا، قبل ما يدق الباب ويطلع بسواد الوش. خالتي؟ ايه مو ناقصني بعد الكبره جبه حمراء لا من الباب ولا من الشباك، ما بدي. يو شو هالحكي؟ يلي بيسمعك بيقول عمرك 100 سنه، شو كبره وما كبره انت الثانيه؟ لساتك بعشبابك.
خالتي وانت اللي بيسمعك بيقول عمري 14 سنه اللي قدي صاروا جايبين اولاد ومجوزينهم كمان وانت كمان بتلحقي تشوفي اولادك شباب لسه الوقت قدامي خلص خالتي يمينا من هالسيره هلا انا ما رفضت كل هالعرسان مشان اتجوز من على الشباك يا خالتو يا حبيبتي يمكن انت رفضتي كل هالعرسان لانه نصيبك معلق بهالشباك بقى لا تتكبري عن نعمه احسن ما يصير معك مثل ما صار معي ليش شو صار معي اخ يا خالتو اخ انت اول وحده بحكي لها الحكي لانه على زماني ما كنا نقدر نحكي مثل هلا وكان اذا الواحد اشر للبنت بيقولوا البنت ما بتسوى ما بيقولوا الواحد يلي اشر لها ما بيسوى ليش حدا اشر لك كمان اي مثل ما صار معك صار معي وما في حدا ما دق بابنا وكل ما يجي حدا الاقي له علي هذا طويل هذا قصير هذا سمين هذا نحيف هذا اجدب هذا احوال لحتى ما عاد حدا دق بابنا هي بعرفها مو ضروري تحكي لي اياها من الاول احكي لي المفيد خالتي بعدين صار املي معلق بهالشباك يلي كنتي انت واقفه عليه قبل شوي وبيوم من الايام فتحت شباكي لقيت واحد بالبنايه يلي مقابلنا عم يقشر لي انت استحيت يا لطيف شو استحيت سكرت الشباك وفتت لجوا وكل ما فتح شباكه سكر شباكي يفتح شباكه سكر شباكي حتى ما عاد يفتح شباكه بالمرة وها لك ها راحت علي شاغل بالك هذا يلي أشر لك ما هيك؟ حاجة خالتي معقولة يعني؟ ايه معقول ونص هذا يلي شاغل بالك بعرف أنا بعرف قال اسأل مجرب ولا تسأل حكيم انتي سادة لا معقول ولا نص معقولة يعني أنا رفضت دكاترة ومهندسين مشان بالأخير أقبل بواحد مثل هاد يو وليش عم تحكي عنه كأنه واحد أندبوري يمكن يكون مهندس ويمكن يكون دكتور ويمكن يكون مدير عام مو ناقص إلا تقولي وزير كمان بجوز يكون وزير شو عرفك شو؟ عجبوا الفستان؟ أنا فستان؟ هذا يلي لابستيه لأول مرة بحياتك لمين عجبه؟
لهذا اللي عم يأشر لي. خالتي بلا مسخرة، هلا أنا فاضية لقلك هالعقل؟ قال فستان قال. آخ التاريخ يعيد نفسه ويكرر حاله، لك تعلمي يا حبي ويا غشيمة من يلي جربت قبلك تعلمي. آخ عنوست قبل وقتي ولي على حظي. أشر لك بالليل ولا ما أشر لك؟ عن شو عم تحكي خالتي؟ يا حاجة بقى خالته حاجة، يعني فكرتيني ما بعرف إنك لبستي وطلعتي وقفتي قباله على الشباك؟ أشر. ها أشر. وإنتي؟ سكرت بوش الشباك. حوبة وقليلة عقل ورح تندمي بس بعد فوات الأوان، تماما مثل حكايتي. خايفة يفكرني عم زد حالي عليه، البنت لازم تتقل حالها. لك ما رح يفكر، وطالما واقف على الشباك ليل ونهار معناته بيحبك وهو يلي زادت حاله عليكي. ايه ما بعرف قشر، شوح لي شوحت له، رد شوح مرة تانية عم ما فهمت عليه وهربت. هربتي. طيب رح روح معك ووقف ورا الشباك. انت بتأشري لي شو عم يأشر لك وانا بقول لك شلون تردي عليه، موافقة؟ لك موافقة؟ قومي معي، قومي. يلا خالتي. ايه 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 خلص شبكي شبكي بطلع لحالي، بسرعة 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 بسرعة. ما أشر لي ما لك ايش فكرتيني على مهلك؟ على مهلك. يلا خالتي. لك ايه فهمت؟ أتعطيني نفسي.
واقف على الشباك، واقف شايفك فتحتي شباكك، شافني وعم عم يقشر لي هيك هيك، يعني مرحبا، هي كل الناس بتعرفها، قشري له مثل ما قشر لك. عم يعمل لي هيك خالتي؟ عم يعمل لك هيك؟ ايه مفهومة، يعني عم يقول لك بتقبلي تكونوا سوا؟ شو قشر له؟ لي له بحطك بقلبي. خلصنا، بكفي لعب اولاد صغار، هي عرف انك موافقه، واذا نيته شريفه بيتصل وبيحدد موعد. امشي قدامي، امشي.